آراء المجلس هي المثل، كذب. آراء المازندراني هي المذهب، كلام. وإنما ماذا؟ وإنما آراء في المذهب، علماء المذهب هذول، هذول مو المذهب. نعم، التفتوا لي جيد. نعم، الإمام الصادق عالم في المذهب، هو المذهب، لا هو المذهب، هو المدرسة، هو يدور معه الحق حيثما دار. خلص. علي سلام الله عليه هو الحق، يدور معه حيثما دار. أنا بعد لا أستطيع في قبال علي أقول هذا رأي. نعم، إذا اعتقد شخص كما يعتقد أهل السنة أن علي أيضا صحابي مجتهد يصيب ويخطئ، نعم، هم لا يقبل قوله، ولهذا تجدون أنهم أيضا يقولون مجتهد أصاب أو أخطأ. أعزائي التفتوا لي إلى هذه الحقيقة، هذه القضية أصل كلي. اعتبروا المناقشة لآراء العلماء ليست تضعيفا ماذا؟ لنفس العالم أولا. اثنين، والمناقشة للعلماء ليست مناقشة ماذا؟ للمذهب. وبالتالي تضعيف العلماء أو آراء العلماء ليس تضعيفا ماذا؟ للمذهب. هذا تصور من الواضح، هذا أعزائي لا تحتاج. نعم البعض بيني وبين الله عوام الناس هذا لا يميزون، جيد أنا معكم، لابد ماذا أن ننبههم، جيد أنا ما مختلف، ولكن أقول لابد أن ننبههم، مو أنه لا نبين الحقيقة. فرق أكو بين أن ننزل إلى الناس ونكون معهم ونعتقد باعتقاداتهم، وبين أن ننبههم. وأنا أعتقد، أنا أعتقد أن الذين يقولون هذا الكلام بعض منهم لا ليسوا من العوام، وإنما هم من المرضى والمغرضين، يقولون هذا هو الطريق للوقوف أمام مشروع سيد الحيدر. مو أنه والله لا يعرفون، لا زين يعرفون بأنه في النتيجة، وإلا يلزم أن يكون المذهب، إذا كانت آراء العلماء هي المذهب يلزم أن يكون المذهب منسجما لو متناقضا. لماذا؟ لأن آراء العلماء منسجما لو متناقضا. في باب الخمس أرباح المكاسب كم رأي عندنا مولانا؟ 10 أقوال، 15 قول، 20 قول، 22 قول، يعني بين يعني المذهب 22 قول، لو هذه آراء العلماء فيها 22 قول، أي منهم؟ في مسألة ولاية الفقيه، في مسألة طهارة أهل الكتاب، في مسألة إقامة الحكومة الإسلامية، في مسألة إقامة الجمعة في عصر الغيبة، في عشرات بل مئات. وهل توجد مسألة فقهية أو عقائدية لا توجد في تفاصيلها اختلافات؟ ها؟ يمكن مولانا أعزائي أنت بمجرد إذا وقع الاختلاف في الرأي يقول هذا تضعيف، أين؟ تضعيف لل